في سجن العرض ممنوع عن المحامين ما شوفش المحامي ما عرفتوش خالص مفيش اوراق قضيه ولا اعرف ايه اتهاماتي ولا اعرف ايه الاقوال اللي اتسبت ولا اعرف اي حاجه عن القضيه وباجي هنا وبمشي ما اعرفش اي حاجه عن القضيه انا وحضرتك على سبيل المثال يا فندم انا جاي اتقبض عليا يوم الخميس بالليل او اللي هو فجر الجمعه 28 انا جاي من الامارات يوم السبت تمام معايا الباسبور مثبت فيه ان انا رحت الامارات لان انا كنت رايح اقابل مجموعه من الموظفين في صندوق النقد الدولي عشان كنت رايح مشي انا كنت رايح شغل تمام يقبض عليا يوم الجمعه والاقي كم اتهامات ويتم الاعتداء عليا على اهلي أنا بقول لحضرتك عشان يسمع بتاعك، أنا بقول لحضرتك هو المحامي عايز يطلع شهادة